سلام الشوط يسدى الستار على سباقنا لهذا اليوم، حتى نلتقيكم فيما بعد العيد الانطلاقات القادمة إن شاء الله، وعيدكم سعيد. عموما على كل حال يسير هذا الشوط الخاص بالمهاجرات الأصايل، ولكن مهاجرات الأصايل اللي يمكن يحمل الكثير من الأسماء المميزة والأسماء الجميلة، نشاهد الشعارات اللي تزين ظهور هذه الزمول، ولكن نرى المقدمة والبداية اللي تحمل هذا الشوط. نشوف البداية والمركز الأول، شوطنا الختامي إذن يحمل مشاهدينا الكرام الكثير من الإبداع والكثير من الاستطلاع. مقدمة الشوط هنا في هذه اللحظات نرى المركز الأول، المركز الأول صغان يأتي لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، يحتل صدارة الشوط. عملية التضمير والمتابعة تعود إلى المضمر سهيل بن سالم العامري اللي يتصدر حتى هذه اللحظة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني يأتي شديد، تعود ملكية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. عملية التضمير تعود إلى حمد بن سهيل بن هيان العامري، ويأخذ المركز أو صنديد من يحتل المركز الثاني. بينما المركز الثالث، المركز الثالث هناك هجوم من قبل نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، المضمر مطر بن سيب اللاحج الهاجري. ولكن المركز الرابع اللي يشارك الآن تدخل المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن هيان بن حمدان آل هيان، ويمعى بن محمد بن خلفان المزروع يصل لينتقل الى المركز الرابع. بينما المركز الخامس، المركز الخامس سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، والمضمر طارش بن مبارك بالقوبع يصل الى خامس المراكز. اما المركز السادس وصل هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وفي التضمير سهيل بن مبارك بن مرخان من يتواجد ويطلق العنان الى هملول لينتقل ويتجول في هذا الشوط لكي يفوز بانطلاقته وتحدي. اما المركز السابع في هذه اللحظات نشوف في المجموعة الثانية يتقدم براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وعملية تضمير عبيد بن حمد بن شينان المري. أما المركز الثامن، المركز الثامن، المركز الثامن يأتي طواش من هجن العاصفة يحتل المركز الثامن، يضمر حمد بن راشد بن غدير. والمركز التاسع هناك مشاغب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري. بينما المركز العاشر مشاهد الكرام لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم وصل في مايهاب، بينما في التضمير حمد بن علي العويسي. هذه النتيجة للأسماء العشرة الأولى، الأسماء العشرة اللي ستتعارك على نيل الفوز والناموس في هذا الشوط. من خلال متابعة الكيلومترات المتبقية لهذا الشوط، ما يقارب من 4 كيلومتر متبقي على نهاية هذا الشوط، ولكن سيظل الصراع حتى خط النهاية، سيظل الصراع حتى خط النهاية. ولكن نسير بكم مشاهدينا الأعزاء لنعود إلى مقدمة الشوط، ولكن هناك التغيير، هناك التغيير الذي من خلاله هذه اللحظات حصل تغيير بالفعل. هنا يغير المركز الأول هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، غير وانتزع المركز الأول وسار في طريق الناموس الأول. الله يا هذا الطريق، لكن البداية مع هملول والعملية تضمير سهيل بن مبارك بن مرخان. بينما المركز الثاني صغان لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، عملية تضمير لدى سهيل بن سالم العامري. والمركز الثالث، المركز الثالث ياتينا شاهين لسمو الشيخ محمد بن هيان بن حمدان آل هيان يحتل المركز الثالث، وفي التضمير يمعى بن محمد بن خلفان المزروعي يصل الى المركز الثالث. سلهود في المركز او نشوان في المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وعمليه التضمير والمتابعه تعود لمطر بن سيب اللاحج الهاجري. صنديد في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بن سهيل بن هيان العامري في التضمير. بينما المركز السادس، المركز السادس هذا اللي امامكم الان مشاهدين الأعزاء، ياتي سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، والمضمر طارش بن مبارك بالقوبع. ولكن بدا الهجوم، براق الان واصل خذ المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وفي عمليه تضمير عبيد بن شينان المري. هنا ملحمه الزمول وصلت الان، وصلت ملحمه الزمول، يا سلام تشابك هنا في هذه اللحظات.
تشابك هذا الشوط، يختلط الحابل في النابل، يختلط الحابل في النابل. المركز الثامن اللي وصل من خلاله شاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، وعملية التضمير والمتابعة سالم بن عامر المدهوشي. المركز التاسع هناك ياتينا هجن العاصفة من خلال تواجد طواش. في تاسع المراكز محمد رائد بن غدير، والمركز العاشر يتابع في مايهاب لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم وحمد بن علي العوسي في التضمير. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، واكيد مثل ما شاهدتوا التغيير من خلال النداء الاول تغيرت الاسماء، النداء الثاني كذلك حضرت اسماء اخرى وغيرت الاسماء الماضيه. ها هو البدايه اللي غير الان براق على المركز الاول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عملية التضمير عبيد بن شينان المري، ولكن يعود هملول من جديد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم عند المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان. يحتل البداية الآن في معركة الصراع الأخيرة، والله أنها معركة يا بن مرخان. نشوف المركز الثالث يصل فيه طواش لهجن العاصفة، يضمر حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الرابع وصل الآن من خلال هذه اللحظات جزيل لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني. عملية التضمير والمتابعة تعود إلى سالم بن عامر المدهوشي، يحتل المركز الثالث أو المركز الرابع. بينما المايهاب في المركز الخامس لسمو الشيخ زايد والمرمى المكتوم والمضمر حمد بن علي العويسي. الله يا هذا الشوط مليء بالإثارة والحماس. نشوف اللقطات على هذا الشوط، يعني تمتعكم يا جماهيرنا المتابعين. شوط الختام ونشوف الزمول تقريبا في موقع واحد وعلى كف عفريت. يا سلام، متى الانطلاقة ومتى التحدي؟ متى يعني الواحد بيصدر تعليماته؟ اللحظات المميزة، اللحظات الأخيرة والخطيرة، عودة إلى البداية. 1600 متر المتبقي على خط النهاية، ولا يزال براق مسيطر سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر والمتابع عبيد بن شينان المري. ولكن ياتي جزيل في المركز الثاني لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني المضمر، والمتابع ياتي سالم بن عامر المدهوشي من يحتل المركز الثاني. المركز الثالث هناك هجن العاصفة، ولكن الله يهملون لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان. طواش في المركز الرابع لهجن العاصفة. خامس المراكز كذلك من هجن العاصفة يصل السلع في هذه اللحظات معلنا عن تقدم شعار هجن العاصفة باثنين من الأسماء العملاقة. المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المضمر علي بن راشد بن غدير، وصل الآن خذ المركز الثالث أو المركز السادس مايهاب، وصل كذلك في هذه اللحظات ومشاركة لهذا الشوط. ولكنها والله مو مشاركة، والله إن قوة وإبداع الكيل الأخير. حرك اللي بتحرك، خلاص الزمول مشاهدي الأعزاء وصلا إلى قمة المنافسة، قمة التحدي. والمركز الأول عندك العمدة. هنا ياتي شاهين براق اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم، لكن عمدة المضمرين عبيد بن شينان المري من اليسار واليمين. هناك يعني ملاصقة وملازمة من خلال هذه اللحظات، هجوم يسار هجوم يمين، ولكن حراسة مشددة عليك يا براق، حراسة مشددة. نشوف هناك من الجانب الآخر الطواش وكذلك جزيل من الجانب الآخر. هناك تنافس قوي، تنافس مثير. حرك يا محرك، دارت الآليات، تكلمت العصي في هذا الشوط، ولكن مسار الشوط جزيل في المركز الثالث سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، المركز الرابع السلع هجن العاصفة، المركز الخامس هملول اسمه الشيخ حمدان برايد المكتوم، سادسا مايهاب اسمه الشيخ زايد والمرمى المكتوم. هكذا هي النتيجة، لكن انطلق براق السلع الآن يحاول السلع مشاهدين الكرام وبراق ولكن براق مسيطر، والسلع يتقدم رويدا يتقدم حبة إلى المركز الأول اللي يحبه، إنه السلع مسيطر. السلع عاد براق يحاول أن يبقى في مقدمة الشوط، ولكن السلع أوه يا سلام، اللحظة الأخيرة اللحظة المثيرة. الله يا السلع ويا براق، يا سلام. أشوف السلع تقدم انتزع المركز الأول. السلع في اللحظات الأخيرة، تهانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز السلع بالمركز الأول. المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بالمرمى المكتوم، المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان برايد المكتوم، المركز الرابع هجن العاصفة تقدمت مع وجود الغزال، والمركز الخامس هجن العاصفة تقدم كذلك طواش.
في هذا اللقاء. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام للجميع على هذا الفوز والانتصار. ولكن نعود بلحظات التوقيت الزمني، لحظات الإعادة، وفي الإعادة إفادة هنا 12 دقائق 12 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية والتوقيت الزمني. تهانينا لهجنة العاصفة على فوز السعب بالمركز الأول، تهانينا الواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الثاني. نشوف اللحظة الأخيرة، اللحظة الأخيرة بين براق وبين ميهاب. إذا براق على المركز الثاني اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا كذلك المضمر عبيد بن شيرين المري، 10 دقائق 13 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث ميهاب لسمو الشيخ زايد والمر بالمكتوم المكتوم، وحصل على نفس التوقيت. تهانينا والناموس كذلك المضمر حمد بن علي العويسي في لحظات الوصول ولحظات التحدي الأخيرة من خلال هذه اللحظات المميزة وشوط الختام مشاهدينا الكرام. لكن من خلال المتابعة وخلال اللقاء الختامي نبدأ مشاهدينا الكرام بحضراتكم من خلال